في موضوع آخر، عقدت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين والعاملين بها التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ندوة صحفية من أجل إثارة الاهتمام بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا المجال. في المتابعة أحمد بن خديجة وعدنان الهرس. ندوة صحفية للنقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تم من خلالها إلقاء الضوء على الضرر الكبير الذي لحق بكافة العاملين بهذا القطاع من أطر ومدربين ومهنيين جراء قرار السلطات الحكومية الإغلاق التام للقاعات الرياضية بعدد من مدن المملكة منذ شهر مارس من سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. قرار ديال السيد رئيس الحكومة واللجنة القضاء ان خدات القرار باش نحبسوا على الممارسة الرياضة داخل القاعات ديالنا، استجبنا بالفعل، ولكن شريطة انها تأدي كباقي المجالات الاخرى كالقطاعات الاخرى اللي هي تمنات بالتعويض ديالهم وبالدعم ديالهم، ولكن القطاع ديالنا الرياضي هم مش تهمش وما خداش الحق ديالو. الناس المعنيين المدبرين ديال القاعات والمشرفين على القاعات الرياضيه مستعدين باش يعملوا الاجراءات والتدابير الاحترازيه، مستعدين يشغلوا ويحافظوا في القاعات ديالهم على التباعد، مستعدين مجموعه الامور اللي بحال اللي فرضها في يعني الحكومه التدابير الاحترازيه فرضها في مجموعه من القطاعات. النقابيون طالبوا بدعم جميع المشغلين غير الاجراء والمستقلين العاملين واصحاب القاعات الرياضيه الخاصه المتضررين من جائحة كوفيد-19، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المختصة حول إعادة النظر في بعض بنود القانون المتعلق بالتربية البدنية.